السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. من منطقة المهندسين ومن أمام أحد المستشفيات التي يرقد بها كريم الهواري نجل رجل الأعمال الذي تسبب في مصر 4 طلاب بينهم 3 أطفال لم يبلغ عمرهم 18 عاما خلال حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الجنونية من المتهم كريم الهواري. الحادث كان يوم الجمعة اللي فات فجر الجمعة اللي فات وكان بمنطقة الشيخ زايد. كان الأربع أطفال أو الأربع طلاب المجني عليهم أو الضحايا راجعين من أحد من مشوار ليهم وأثناء قيادتهم سيارتهم بسرعة منخفضة جه المتهم كريم الهواري يقود سيارة فارهة بسرعة جنونية وصدم السيارة من الخلف وتسبب في مصرع 4 طلاب. طبعا الأجهزة الأمنية على الفور تمكنت من كشف ملابسات الواقعة وضبط السيارة وضبط المتهم وكشف هويته وتم ضبطه وتم إيداعه في المستشفى لحين الانتهاء من تلقيه العلاج نتيجة أيضا إصابته بعض الإصابات نتيجة الحادث. الأجهزة الأمنية أثناء متابعة وفحص السيارة المتسببة في الحادث اكتشفت وجود مخدر بعض المواد المخدرة داخل السيارة منها كان مخدر لجوهر الكوكايين وبعض المواد المخدرة وبتحليل دم لقائد السيارة المتهم بدهس سيارة الضحايا الطلاب الـ4 ضحايا تم التأكد من انه متعاطي لجوهر الكوكايين وانه كان بيقود السيارة تحت تأثير المخدر. النيابة العامة طبعا بدأت تحقيقاتها فور تلقي الإخطار من مديرية أمن الجيزة واسم الشيخ زايد وطبعا أمرت بدفن جثث الضحايا وعقب مباشرة التحقيق أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. لكن المتهم مازال بيرقد زي ما احنا امامنا في المبنى الامامنا احد المستشفيات لحين تلقيه العلاج بسبب تعرضه ايضا لبعض الاصابات الطفيفة نتيجة الحادث. المحكمة حددت جلسة 1 يناير المقبل اولى مجالسات محاكمة المتهم كريم الهواري أمام محكمة جنايات الجيزة وبعد إحالته للمحاكمة الجنائية كانت النيابة العامة وجهت لي عدة تهم منها التسبب في موت 4 طلاب بالخطأ والخطأ الجسيم المقترن بالإهمال والرعونة والقيادة تحت تأثير المخدر وحيازة مواد مخدرة وعدم مراعاة القانون واللوائح والأنظمة بقيادته سيارته بسرعة هائلة تجاوزت السرعة الجنونية والمحددة قانونا وأيضا عدم مراعاة المسافة القانونية بينه وبين سيارة المجنى عليهم 4. طبعا المتهم وجوده داخل المستشفى تحت حراسة مشددة يعني هو موجود دلوقتي داخل هذه المستشفى اللي أمامنا لكنه داخل المستشفى بيتلقي العلاج تحت حراسة مشددة لحين الانتهاء من
تلقي العلاج سوف يتم نقله إلى محبسه لاستعدادا لبدء محاكمته بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم والقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة. المتهم كريم ايضا بيواجه بنص المادة 238 من قانون العقوبات بيواجه مدة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات اذا ده في حال اذا نشأ عن الفعل الحادث وفاء اكثر من 3 اشخاص. يعني المتهم هيواجه تهمة الحبس من سنة ل7 سنوات كونوا تسبب في مسرق أكثر من 3 أشخاص. وإذا توفر ظرف آخر من الظروف المشددة القيادة تحت تأثير المخدرات، وهو ده الظرف المشدد اللي هينطبق على المتهم كريم بحسب تحقيقات النيابة والتهم اللي واجهتها النيابة ليه وأمر الحالة اللي اتحال به إلى محكمة الجنايات الجيزة، إن النيابة وجهت له القيادة تحت تأثير المخدرات وهو الظرف المشدد المنصوص عليه في قانون العقوبات وبنص المادة 238، فيعتبر كريم بيواجه الحبس لمدة تبدأ من مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات كونه كان بيقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير مخدرات وتسبب في مصرع أكثر من 3 أشخاص. أيضا في جانب آخر في القضية إن المحامين المتهم حاولوا إتلاف أدلة احد ادلة الثبوت على المتهم وهي كاميرات المراقبة، انهم انتحلوا صفة رجال هيئة النيابة وراحوا حاولوا انهم احد الفلل اللي كانت مجاورة للحادث وحاولوا انهم يستولوا على تفريغ الكاميرات المراقبة وانهم يتلفوها حتى لا تكون هناك ادلة ثبوت على المتهم انه وتسبب في الحادث بسبب السرعة الجنونية والرعونة في القيادة. طبعا النيابة بدأت تحقيقاتها في برضو أيضا في هذه الواقعة وتم ضبط المحامين ووجهت لهم النيابة نعتذر طبعا بعض الاشخاص في الشارع. طبعا النيابه عقب انتهاء تحقيقاتها مع المحامين وجهت لهم تهمه انتحال الصفه ومحاوله اتلاف كاميرات المراقبه وادله الثبوت وامرت بحبسهم 4 ايام على ذمه التحقيق. زي ما بنذكر ايضا مره ثانيه ان مازال كريم الهواري المتسبب في مصرع 4 طلاب بحادث تصادم بسبب السرعه الجنونيه يرقد في هذه المستشفى اللي امامنا تحت حراسه امنيه مشدده لحين الانتهاء من تلقيه العلاج ومن ثم نقله الى محبسه استعدادا ل بدء محاكمته في أولى جلسات يناير القادم بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر وتسبب في مصرع 4 طلاب بحادث تصادم المعروف عالميا بحادث الشيخ زايد.